بسم الله الرحمن الرحيم. كي نستطيع إعداد شبكة من نوع ورك جروب، أول حاجة في الفي أم وير بدي أعمل إعدادات بحيث إن أحط الجهازين، عندي جهازين مهميين بدي أحط الجهازين ضمن مجموعة ضمن شبكة واحدة. ففي عندي هنا كارت الشبكة، لو ضغطت عليه باليمين سيتنج هيعطيني خيارات لشبكات متعددة. بلاحظ هنا في عندي شبكات في ام نت 1 نت 2 نت 3 نت 4 نت 5 لحد نت 9. فأنا بختار أي مجموعة أو أي شبكة من الشبكات هذه، ولتكن في ام نت 1، بقول له أوكي، بروح على الجهاز هذا، احنا الكرت الخاص بالجهاز اللي عليه ويندوز 2003 سيرفر، الجهاز الآخر نفس الإعداد، بدي أضيف كرته لشبكة من نوع في ام نت 1. اوكي، اكيد اتاكدت انه الجهازين تابعين لشبكه واحده. بعد هيك بدي ادرج او بدي احط بدي اعطي عنوان رقمي لكل جهاز على حده كالتالي. اعدي على الفي ام وير الجهاز الاول، طبعا انا الان من خلال الماي نتورك بليس بروح على بروباريتيز او خصائص، هاي كارت او هاي الأيقونة تاعت الخاصة بكرت الشبكة، بدي اعطي اي بي لكرت الشبكة، عنوان رقمي وليكن 192. انا ممكن اغير هان، في عندي كلاس بي 172.16.0.1 وليكن 255.255.0.0. اوكي اوكي بعطي اي بي للجهاز، طبعا بروح على الجهاز الاخر، ماي نتورك بليس خصائص بنفس الطريقة، وبنعطي اي بي وليكن حسب كلاس بي 172.16. هناك اعطيناه 1، هذا بنعطيه 2، حسب كلاس بي هذا 0، بقول له اوكي اوكي. بدي اضع الجهازين في مجموعة عمل واحدة، باجي على ماي كمبيوتر خصائص كمبيوتر نيم تشينج، هاي ممكن اغيرها واسميها لاب مجموعة عمل. اوكي، انا بقول لي ويلكم تو لاب ورك جروب، بقول لي يو ماست ريستارت ذا كمبيوتر، بقول له اوكي، وبنعيد تشغيل الكمبيوتر بنفس الطريقة. بنروح للجهاز الثاني من ماي كمبيوتر،
خصائص كمبيوتر نيم تشينج، وبغير بس بحط نفس الاسم او بضع نفس الاسم على اساس انه الجهازين يكونوا ضمن مجموعة عمل واحدة، اسمها لاب. اوكي ويلكم. اوكي اوكي اعمل اعادة تشغيل. الخطوة اللي بعد هيك بدي اتاكد في اتصال بينهم، في عندنا امر اسمه بينج بيفحص لي انه الجهازين متصلين مع بعضهم البعض ولا لا. هيك بدي اعمل ريستارت السيرفر لسه. بعد ما اعمل ريستارت انا لو بدي اشوف ايش الاي بي اللي حطيته، او بدي اتاكد ان الاي بي اتاخد للكرت، في عندي كذا طريقه. انا عملت دبل كليك وسبورت، هاي الرقم اللي انا ضفته للكرت، او من خلال CMD من خلال الدوس. لو كنت عندي امر عشان اكشف الاي بي تبع الجهاز اسمه ip config slash all، او ip config، لاحظ عنوان تبع الجهاز 172.16.2.255، السبنت ماسك 255.255.0.0. في عندي امر تاني بستخدمه عشان استكشف الاي بي تبع الجهاز اللي هو ip config slash all. هان بيعطيني تفاصيل اكتر، بيعطيني الماك ادرس تبع الجهاز والاي بي ادرس اللي هو 172.16.0.2 والدي ان اس، تفاصيل اكتر. فعندي اي بي كونفيج او اي بي كونفيج سلاش اول، من خلالهم بقدر اكشف الاي بي الدي ان اس او الماك ادرس الخاص بالاي بي الخاص بكارت الشبكة. الآن فتح الجهاز الآخر. أوكي بنفس الطريقة بدي أتفحص الـ IP CMD IP config. اي الاي بي اللي انا ضفته 172.16.0.1، او زي ما حكينا انا عندي الايقونه برضو لو ضغطت عليها دبل كليك باجي على سبورت، وهي الاي بي اللي انا ضفته. لو بدي اعدل، وعليكم الله يعافيك تفضل نكمل. حكينا لو بدي اغير الاي بي مره ثانيه باجي على جنرال بروبرتيز، وهي الاي بي بقدر اعدل الاي بي. اوكي طبعا هذا عشان تظهر ايقونه هنا خاصه بكرت الشبكه، بختار شو ايكون. اوكي حلاحظ هاي ايقونه بقدر من خلالها اصل مباشره لاعدادات كرت الشبكه. هاي منها سبورت، هاي الاي بي جنرال لو بدي اغير الاي بي بروبرتيز تي سي بي اي بي، وبغير الاي بي اللي بدي اياه. الان بدي اتفحص الاتصال بين الجهاز هذا والجهاز الاخر. انا عندي جهازين، هاي جهاز وهي جهاز. باجي بحكي في عندي امر اسمه بينج 172، عنوان الجهاز هذا اكيد 172.16.0.1، انتر. هاي بقول لي ريبلاي، والرسالة هذه بتعني انه في اتصال بين الجهاز، بين الجهاز الاول وبين الجهاز الثاني. خلينا احيانا بيكون في سكيورتي بين جهاز وجهاز، بدي اشوف هنا في بينج من الجهاز هذا للجهاز الثاني. هاي بينج 172.16.0.2، عنوان الجهاز الثاني اسمه 2، انتر. في ريبلاي معناته في عندي شبكة. إذا أنا الآن بقدر أصل
للجهاز الآخر. يعني أنا على سبيل المثال عملت مشاركة لمجلد هنا، عملت شيرينج، مشاركة، أبلاي، أوكي تمام. بس وجينا هنا على الجهاز الثاني، عملنا مشاركة لمجلد أنا نسميه إكس بي شيرينج، وفر شيرينج، أبلاي، أوكي. لاحظ الإيد هذه بتعني إنه الجهاز الملف هذا موجود على الشبكة. طيب بدي أصل للملف باجي هان عرن وباك سلاش باك سلاش عنوان الجهاز هذا أكيد الجهاز الآخر 172.16.0.2 انتر. بلاحظ انه هاي الملف اللي انا عملت له مشاركة. الطريقة معاكسة، باجي هان على الجهاز هذا على الجهاز الاكس بي بدي اصل للجهاز الاخر باك سلاش 172.16.0.2.1 سوري انتر. لو بدي افتح الملفات المتشاركة لنفس الجهاز بحط نفس الجهاز، هي فتح لي اياه. بدي افتح هذا الجهاز المحلي، بدي افتح الجهاز الاخر او البعيد 1 اوكي. انا بطلب مني لانه السيرفر فيه سكيورتي، بطلب مني اكونت يوزر نيم وباسورد عشان اصل للجهاز الاخر. فنجرب الادمنستريتر، ادمنستريتور هذا مستخدم موجود على السيرفر اوكي. بيطلب باسورد، معناته انا عندي هنا سميناه هناك ادمن، ادمن ملوش باسورد الادمن، ادمن اوكي. قال لي نوت فيش بيرميشن اوكي، معناته بدي اروح هان اعمل مستخدم واعطيه باسورد عشان اقدر افوت للجهاز هذا. عشان اعمل مستخدم زي ما وريناكم المحاضره اللي فاتت، مانج لوكال يوزرز، انا في عندي اي، هاي مستخدم اسمه اي، بعطيه باسورد بروسيد يكون واحد اوكي. برجع مره ثانيه هنا على الجهاز الاساسي، بدي افتح جهاز السيرفر او الجهاز الاخر على الشبكة. عندي مستخدم هناك اللي اسمه ايه وباسورد واحد اوكي، هاي فتح. واضح انه انا السيرفر عنده سكيورتي عالية، فعشان اقدر افوته لازم يكون في عندي مستخدم ويسمح الي اعدي على السيرفر. بهيك بنكون انهينا اعداد شبكة ورك جروب او بنسميها شبكة ند لند، ما فيش فيها سيرفر بس بتجمع بين جهازين او اكثر. ممكن من خلال الجهازين هذول نعمل مشاركة، لو في عندي طابعة احط طابعة على جهاز اخر وصل لها عن بعد زي ما احنا شفنا المجلدات هذه كيف وصلنا لها. وان شاء الله في الدروس الجاية حناخد شغلات متقدمة.